بسم الله الرحمن الرحيم. عشان هذا اليوم او بالاحرى هو فطور لان انا صايم، لان واحد يصوم الايام صار الاذان الساعه 5:30 وفرصه واحد يصوم قضاء ما في الذمه الايام الجايه بعد صر الخمسه. فاليوم فطور قرن ابيض معيني، وهاي شوربه عدس، شوربة عدس تمن مع الحكاكة الأصيلة، أحبها كلش مع الخبز العراقي والتمر، كراث وريحان مع الكرشي، أيضا لبن رائع. قوري مساكم الله بالخير. جعفوري سوى قاعد من النوم. بسم الله السلام عليكم، شلونك جعفوري؟ شو أخبار الروضة؟ زين الروضة حلوة؟ تعلمت؟ استوي قاعد من النوم. ويلا بسم الله الرحمن الرحيم، تفضلوا ويانا على الفطور. يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر.